قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. من هؤلاء؟ يهود ونصارى. هذه الآية الأولى. الثاني قال الذين الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم. الآية الثانية قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من؟ يهود. الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم. هذا في قصة أصحاب الكهف. لنتخذن عليهم مسجدا. إذن الآيات الثلاثة ليس لها علاقة إطلاقا بأن الشرك يقع في الأمة. وحسن الظن في المؤلف أن هذا خطأ من بعض النساخ الذين نسخوا كتاب التوحيد وانتهى صح أو لا. سبحان الله، ما يخطئ النساخ. طيب مؤلف يخطئ ما بإشكال، لكن الآن قلنا هذا خطأ بعض النساخ. من يذكر لي ما علاقة الآيات الثلاثة؟ الآية الأولى في أهل الكتاب يهود ونصارى، الآية الثانية في اليهود، الآية الثالثة في أهل الكهف. والباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما العلاقة؟ ها الشيخ متواقف يقول أكمل هذا الأخ يقول أكمل، يقول لي أكمل. أكمل ماذا؟ قال المؤلف حكيم فقيه بخاري هذا الزمن، ذكر الباب وذكر الآية الثلاثة، ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سننا، وفي رواية سنن من كان قبلكم. فإذا كان هذا قد وقع في الأمم السابقة وأن سنتبعهم، إذا لابد يقع في هذه الأمة كما ورد في حديث أبي سعيد. ومن قال أنه خطأ بعد المسلم؟ هذا الذي يعرف. نعم، إذا كان في الأمة السابقة من يعبد الجبت والطاغوت، إذا لابد يكون في هذه الأمة من يعبد الجبت والطاغوت. كان اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بمن؟ بالمسلمين. قال لهم الله، يعني معنى الآية، من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات أو الذين سلموا منها؟ من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب. طيب اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم لا مسخ ولا غيره، صح؟ لم يكن فيهم قرد ولا خنازير، لكن ما استطاع أن ينكر هذا، لأنهم يعرفوا أن اليهود الذين سبقوا هؤلاء كان منهم قرد وخنازير. لماذا مسخوا نسأل الله عافية السلامة قرد وخنازير؟ نكاية بهم، لأن الجزاء من جنس العمل. قال لهم الله قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا يغفر لنا خطايانا. قالوا حنطة. أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون. فأقرب حيوانات شبه بالإنسان القرد. أول خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام، لا يمكن نتغير عن هذا. لو تأتي مليون نظرية نكذب كلام رب العالمين، وهذا لا يقول أصلا إنسان عاقل. فالله سبحانه وتعالى قال إذا تقول حطة مثل حنطة وادخلوا الباب سجد دخلوا يزحفون وكذا وكذا والشحوم ويوم السبت وغير هذا، قال لهم كونوا قردة. هل ترضوا بهذا؟ لم يرضوا. طيب هل القردة الموجودة اليوم بقية أولئك الممسوخين؟ لا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، يعني لا تتكاثر. مفهوم؟ طيب، وهذا تحذير لنا من التحايل، من التحايل على
الشرع التحايل على أنظمة الجامعة الإسلامية. نعم. الثالث ما هو؟ الثالث ما هو الدليل يا أستاذ؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الحكام أو الذين لهم الرأي والمشورة. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يجعلوا على قبور هؤلاء مساجد، وإذا هذا فيه تحريم اتخاذ قبور الصالحين مساجد. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في إخبار وتحذير أن نسلك الذي سلبه. إخواننا، بعض الناس في هذه الأيام ينشر الشبه بين الناس ويكتب ويتبجح بأعلى صوته ويقول أجمعت الأمة على جواز دفن الصالحين في المساجد، ويحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عليه، نرد عليه كيف؟ نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة. قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذن عليهم مسجدا، وأن المساجد لله، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا آخر ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نصوص محكمة أن تتبع المتشابه. الثاني، من بنى المسجد؟ من الذي بنى المسجد النبوي؟ من؟ حي أو ميت؟ وقت بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو حي أو ميت؟ حي، موجود القبر؟ لا. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ لا، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وكانت قطعا خارج المسجد. تمام. عندما أدخلت الحجرات إلى المسجد، هل كان هذا إقرار من الصحابة؟ لا، أنكر من بقي من الصحابة، وأنكر من بقي رضي الله عليه، أنكر وأنكر من بقي من التابعين. حتى الآن بعد دخول الحجرات إلى المسجد أنت ترى القبر؟ يا رجل، لا أحد اسمع هذا الكلام، لا أحد يرى تربة القبر، بل لا أحد يرى الجدار الثاني. هذا الكلام كذب. واللي يقول صوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أمس قبر النبي بيدي صلى الله عليه وسلم، كذاب. بينك وبين القبر ثلاثة جدران، أنت الآن عندما ترى ترى الرابع بل الخامس. حتى عندما يقول فتح الحجرة دخل، لا أحد يدخل يا أخي. يقول هذا الكلام، ما أقوله أنا، يقول ابن القيم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري صنما، لا وثنا، لأنه وثن قل نعم، والصنم عبد من دون الله على صنم. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله ودعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وأترك غيرها. نعم، هناك أناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دولة كذا، من دولة كذا، من الخلف، لكن لم يصلوا إلى أن يجعلوا القبر. يقول لم يسمع في التاريخ، هذا ابن القيم، لم يسمع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يرى تربة القبر. مفهوم؟ نعم. وبهذا يزول الإشكال. يقول الإجماع كذا كذب وافتراء. بعد هذا